المعرض اليوم بمدينة القدس وبالمسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي، وهو عبارة عن معرض صور وإعلان نشر كتاب أكتيفستيل، كتاب ناتج عن عمل 12 سنة، والمعرض بيحتوي على صور موجودة بالكتاب وصور من توثيقنا للأحداث في مدينة القدس والضفة وغزة والأراضي المحتلة الفلسطينية. إحنا طبعاً بهاي الصور منوثق حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال وتأثير الاحتلال على الفلسطينيين والحياة اليومية، تأثير الحرب على أهل غزة، تأثير الاستيطان على أهل القدس والضفة، تشريد الاستيطان في مناطق الشيخ جراح، هدم العراقيب وأم الحيران، المظاهرات الأسبوعية في النبي صالح ونعلين، كل الاحتجاجات اللي ضد الاحتلال الإسرائيلي. كمان إنه نحن نعرض في القدس هذا مهم، لأنه اليوم عماله أي فعالية أي نشاط في القدس بتم منعه بتم اعتراضه، فإحنا اخترنا القدس كمكان نعرض فيه، لأنه القدس هي محاصرة ما بيشوف الناس اللي فيها ما بيشوفوا كل إشي برا، والناس اللي برا ما بيشوفوا إيش فيها. فهذا المعرض راح كتير ينتقل على مدن فلسطينية ليورجي هاي المشاكل اللي إحنا منعاني منها، اللي تورجي أهل القدس إنهم نفس أهل الضفة، نفس المعاناة، نفس أهل غزة، بس بتختلف الاحتلال وجه واحد، بس المعاناة بتختلف من مكان لآخر. الأحداث جوا المسجد الأقصى، اعتصام الشباب جوا المسجد الأقصى وتصديهم للشرطة ويمنعوهم إنه من الاقتحام، كمان هاي نظرة الصورة إلنا، مش بس إنه فقط شباب عملهم بيسكروا بالباب، لا كمان كيف التعاون، كيف الشباب متعاونين بين بعض، كيف الأساليب اللي استخدموها ليغطوا حالهم، اللي ما يورجوا حالهم، كمان هاي أساليب كتير مهمة وعكستهم بصورة تانية. كمان في صور تانية اللي هي بتورجي إنه الأولاد بيلعبوا في المسجد الأقصى، باركور، كانت هاي كتير مهمة قدام هاي الصورة، إنه بالإعلام بالأغلب بيروجوا هاي الصور إنه إحنا منهاجم، إنه إحنا لا. في كمان صورة دائما موازية إلنا اللي هي كمان في حياة، في عنا حب. أغلب الصور اللي أنا شفتها هي صور سياسية تبع القضية الفلسطينية، بما إنه هم في مصورين يهود وعرب وأجانب، فأكيد يكون في بيناتهم عامل مشترك واحد هو القضية الفلسطينية. هم ناقشوا كثير مواضيع، مواضيع اجتماعية، مواضيع سياسية، مواضيع حتى اقتصادية، حتى عن الاستيطان، عن الوقفات التضامنية مع الأسرى أو مع المضربين عن الطعام، ناقشت قضايا كثير كبيرة.